طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في المحاضره اللي فاتت اللي هو اخذنا سكشن 4-4 اللي هو رسم منحنيات الاقترانات بالاستعانه بالمشتقه الاولى والثانيه. How to graph with y prime and y double prime. اخذنا اقتران نسبي بمعنى البسط كثير حدود والمقام كثير حدود. ما مرش علينا سابقا يعني في توجيهي كيف نرسم منحنى نسبي. المحاضره اللي فاتت اخذنا مثال بس لضيق الوقت خلصناه بسرعه. ناخذ اليوم كمان مثال وبعدين نكمل في السكشن 4 ساعه. بدي اخذ انا سؤال من التمارين ونحل لكم اياه اللي هو سؤال 8 صفحه 88 عندكم سؤال 8. عليكم السلام. طبعا السؤال بيقول لي زي ما قلنا 4-4 اللون مش اللي هو هيك عندنا احنا بنقدر نعتبره العنوان. الان اكزامبل بقول لي سكتش ذا جراف او واي تساوي نكتبها احنا واي تساوي اف من اكس اللي بتساوي x تربيع على x زائد 1. تمام. solution عندي انا f of x تساوي x تربيع على x زائد 1. طبعا احنا هنجيب المشتقة الاولى ونبحث إشارة المشتقة منها بنحدد فترات التزايد والتناقص وين في قيم قصوى للاقتران. بنجيب المشتقة الثانية منها بنجيب مناطق التقعر لأعلى ولأسفل إن وجد نقاط انعطاف بنحددها. بعد هيك خطوط التقارب رأسي وأفقي وعمودي نبحث. طبعا اتفقنا إنه ما بيجتمعنش الثلاثة مع بعض خصوصا الأفقي والمائل بيجتمعنش مع بعض يا أفقي يا مائل بكونش الثلاثة. هذه خطوات الحل بصفة عامة. الآن بدنا نقول إذا f prime of x بتساوي على مربع المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام اللي هي 1 صح؟ نفك القوس هيطلع عندي هذا عبارة عن 2 اكس تربيع ناقص اكس تربيع بيطلع عندي اكس تربيع صح؟ بعدين زائد 2 اكس كله على اكس زائد 1 الكل هذا لو صرت هيك ما بضرش ما فيش داعي اخذ اكس عامل مشترك هذا صح؟ مش هتفيدنا الحين هتفيدني لما اجي اشوف المشتقة وين بتساوي صفر كان اخذنا عشان نستفيد من المقام اه بالضبط طبيعي انا عندي هان دومين اف هو ايش؟ ايوه عشان نعرف احنا مين اللي معنا ومين اللي علينا مين اللي مش معنا اوكي الان بنقول ست اف برايم اوف اكس ايكوال زيرو يبقى مين اللي بيساوي الصفر؟ البسط يبقى اكس تربيع زائد 2 اكس تساوي صفر ومنها اكس في x زائد 2 تساوي 0 إذا x تساوي 0
4 اكس بتساوي سالب. طيب وين المشتقه غير معرفه؟ عند السالب واحد اللي لا ينتمي للمجال لكن يؤخذ بعين الاعتبار لما ارسم خط الاعداد واحدد الاشاره، صح؟ ضروري نقدر نقول احنا اذا اكس اوكي هذا ملايز، هذه بتساوي صفر خلص ومنها also f prime is undefined at x بتساوي سالب واحد اللي لا ينتمي الى دومين الاف. الان بدنا نروح نبحث إشارة مش عارف إذا كان ضايل فيها ظل، مش واضح الخط، شايفينه؟ شايفونه؟ آه شايف، ما علينا مش مبين كثير. طيب الآن نعمل خط الأعداد، بعد ما بخلص بتدمسح وأنا ها نعمل خط الأعداد. عندنا النقط اللي هي الصفر وسالب اثنين، هاي السالب اثنين، هاي السالب اثنين، وهاي الصفر. الاقتران غير معرف وين؟ عند السالب واحد. هذه طبعا قيمة المشتقة صفر. هذا زي ما نكتب كل مرة إشارة أفشار إكس معنى سلوك، تمام؟ الآن نروح للمشتق. المقام موجب دائما، نبحث الإشارة، موجب دائما نبقى الإشارة في البسط. طب البسط عبارة عن إيش؟ اقتران تربيعي، يبقى تخضع لإشارة الاقتران التربيعي. اللي مش فاهم حاجة زي ما قلنا تختار أرقام وتعود، تمام؟ البسط إذا البسط موجب، موجب على موجب، موجب. إذا البسط سالب، سالب على موجب، يبقى الإشارة كلها مرتبطة في البسط. والبسط عبارة عن اقتران تربيعي وجذوره هي الصفر وسالب اثنين، يبقى نفس عكس نفس زي ما بنقول. يبقى هنا موجب، هنا سالب، هنا موجب، صح؟ متزايد، متناقص، متناقص، متزايد. يبقى في قيم قصوى للاقتران، واحدة عظمى وواحدة صغرى. عظمى وين؟ عند x بتساوي سالب 2، وصغرى عند 0. الاقتران متزايد على الفترة، من سالب 1 إلى سالب 2 ومن 0 إلى ما لا نهاية، متناقص على فترتين. اسأليني قولي، مش واضح بوضح، قولي. undefined لزقت في بعض زي الاو هذا أو is not defined، بمشي الحال. وهي متفصلة كويس هي؟ أوضح؟ أوكي. نقدر نقول هان إذا f is increasing on سالب من النهاية، سالب 2 وقلنا close أو open بمشي الحال، لحطنا close بمشي الحال. and او اتحاد بدي اعملها مره، اتحاد صفر الى من and f is decreasing on سالب 2 من سالب 1 open، وهذا مثل ما عملنا close، اتحاد سالب 1 plus مش شرط، يعني ممكن لو ممنوع اسوي، ممنوع اسوي، لان اصلا الاقتران غير معرف عنده، صح؟ يبقى هي مش داخله ديكريزي. كمان اهمنا نقول also f has ادوات الربط هذول، اذا بما انه also then also ليس هذه كويسه الواحد يربط عنها. also f has a local maximum at x بتساوي سالب 2 and local minimum at
x بتساوي صفر. حيث f السالب 2 بتساوي كذا و f الصفر بتساوي كذا. بنروح ل f السالب 2 على الاقتران الاصلي. سالب 2 اللي هي 4. 4 على سالب 1 سالب 2. سالب 2 زائد سالب يبقى سالب 1. عند الصفر صفر على ابسط قديش؟ يبقى النقطة سالب 2 وسالب 4 عظمى محلية وصفر وصفر صغرى محلية. تمام؟ هيك خلصنا من المشتقة الأولى وكل الكلام اللي عليها. نمسح اللوح. تفضلي. بالرأس سمعيني. بسمع. شايفة لابس نظارات عشان اسمع. علي الصوت شوي. من الإشارات، من الإشارات، قاعدة الإشارات. ما الأشكال هذه غير عن اقترانات كثرات الحدود. كلام جديد. هل عند السالب 2 قيمة عظمى عند السالب 4 وصفر وصفر قيمة إيش؟ صغرى. هتجيك الرسم زي هيك مع خطوط التقارب بغض النظر. سالب 2 وسالب 4 تجيني سالب 2 وسالب 4 قيمة عظمى بتجيني منحنى هيك. وهذا عند الصفر وصفر بتجيني منحنى زي هيك. بينفع ولا ما بينفعش؟ جزئين المنحنى حيكون. خطوط التقارب لهم شغل. بينفع هيك ولا ما بينفعش؟ التنتين المنحنى تبع اقتران نسبي هذا. صح؟ بنقسم في عندك أسوار للمقام. يعني في عندك فيرتيكال اسيمتوت عند السالب 1. في اوبليك ولا ملوش اوبليك؟ في خط مائل درجة البسط اقوى من درجة المقام بمقدار واحد. في خط بيجينا هذا هيك وفي خط تقارب راسي بيجينا هان. فايش بيكون هان؟ القصه هذه غير. عشان هيك انا متعمد اعطيك مثال من هذا النوع. اخذنا اللي اخذناه المحاضره فاتت كان عندي منحنى فوق وجزء تحت وجزء تحت. صح؟ هان قلت بدي اجيب مثال في مائل. المثال اللي فات فيش في مائل. المره بدنا ناخذ في مائل عشان نتعرف على الانواع الموجوده عندنا. خلصنا هيك ما يتعلق بالمشتقه الاولى. نمسح الكلام. محلول هنا عندي وفي الاخر انا حاعطيكم اياه كله. اصور لكم اياه وابعته او مصور. كل الحل جاهز ان شاء الله ومرتب ومرسوم. بس بعد ما تسلموا الهومورك. كان سؤال هومورك محلول هان ولا ابعته بالمره من الحين؟ اصور يعني هيك وانا مغمض ولا ايه؟ بدي احطه في الارشيف عندي وبالغلط بعته عليكم. هذا غش مع سبق الاسراف والتردد. طيب نشيل المشتقه هاي. خلينا المشتقه الآن بدنا نروح نجيب f double prime of x. بدنا نقول على مربع المقام. المقام في مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام. قصة حتطلع عندي أعطيكم المشتقة الثانية واللي بتغلب فيها في الدار. بتهالي هنا مفصل كل حاجة. مفصل كل حاجة. محلول يعني بالتفصيل الممل. إن شاء الله. تطلع عندي المشتقة الثانية 2 على x زائد 1 لكل تكمل. في المثال تاع المحاضرة اللي فاتت أعطيته للطلاب برضه نفس الكلام زي ما قلت لكم إياه وأعطيته المشتقة الثانية. قالوا طلعت معنا المشتقة الأولى صح بس الثانية ما زبطتش. فيمكن بعثت لكم إياه على المجموع. حليته بالتفصيل ووصلته من الأولى للثانية. هذا نفس الكلام اللي بتمشي تصلش معها من هان لهان تقول لي بعطيها إياها قبل ما أعطيكم الحل الكامل. ان شاء الله المشتقة الثانية بعد هذا الكلام مع التبسيط والتخفيف والاختصارات بيطلع عندي هذا المشتقة الثانية. الان بدنا نشوف هل بتساوي صفر؟ لا، لانه البسط لا يمكن ان يساوي صفر. طبعا اصفار الكسر عند اصفار البسط. صح؟ هذا بنقول كليرلي اكيد يعني شور كليرلي بنستخدمها احنا في الرياضيات انه f double prime of x doesn't equal 0. ليش؟ since
2 لا يساوي 0. بحاول استخدم بعض التعبيرات اللي بستخدمها في الرياضيات، يعني نبني عندكم شوي سنس في الرياضيات. طيب غير يعني لا يساوي 0. طيب وش النقطة الحرجة عندي؟ and f double prime is an defined when at x at هذا at x تساوي سالب واحد اللي لا ينتمي إلى دومين الأبعاد. يبقى الآن لما أبحث إشارة المشتقة الثانية بدي أعمل خط الأعداد وأحط عليها فقط ومفتوح، صح؟ نيجي بنعمل هاي سالب واحد مفتوح، وهنا إشارة f double prime، وهنا تقعر. إيش يعني تقعر بالإنجليزي؟ كونكيفيتي. كونكيفيتي كونكيفيتي كونكيف لحالها مقاعه، كونكيفيتي اللي هي التقاعر. التقاعر اف السلوك للاقتران، صح؟ نندل عليه عن طريق المشتق. اوكي الان هاي المشتقه عندي، البسط موجب يبقى حسب المقام. تصوروا لو هان تربيع كان موجب، دائما موجب، وفيش نقطه تقاعر، فيش تقاعر لاعلى تقاعر لاسفل، فيش نقطة انعطاف. الآن الإشارة حسب التكعيب، حسب اللي جوا. اللي جوا عندي اقتران خطي. إذا لما إكس طبعاً إيش الجذر تبعها؟ سالب واحد. فاهمين إيش بحكي؟ الإشارة في المقام. المقام عبارة عن اقتران تكعيبي. التكعيب إذا اللي جوا الجوز سالب فبيطلع سالب، إذا موجب موجب. يبقى الآن بدل صارت إشارة كل هذا مرتبطة في الإكس زائد واحد. الإكس زائد واحد جذرها سالب واحد، واقتران خطي على اليمين مشابه لإشارة إكس وعلى الشمال مخالف. يبقى هذا موجب وهذا سالب وهذا أندفاين. لما يكون المشتقة الثانية سالبة هذا إيش يكون عندي؟ كونكيف داون، صح؟ وهذا كونكيف أب. إذن بنقول إذن F is concave down. أنا بخدها دائما من الشمال إلى اليمين يكون أحسن. down on سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد. and concave v طبعا هذا مش يو. concave down on up. on سالب واحد. F إذا نقول there is no inflection points. أقول هذا باختصار ممكن نكتبها points بالصورة، صح؟ نقول هيك ممكن هذه هيك باختصار. هذا دور مين؟ الاسيمتوتس. المشتقة الأولى خلصنا منها، المشتقة الثانية خلصنا منها. نقول هنا finally خطوط التقاعد. بس أجيب أول واحد نورمال. بدنا نقول ليش هقولها؟ نقول عندنا ليميت اللي هي اكس تربيع على اكس زائد واحد. لما اكس تقول الى موجب او سالب ما لا نهايه، المفروض اني بقسم على اكس، يبقى هتسوي لي ليميت اكس على واحد زائد واحد على اكس لما اكس تقول الى موجب او سالب ما لا نهايه. هذا هتشغل صفر، يبقى صارت اكس على واحد، صح؟ موجب او سالب هيطلع لي موجب او سالب بما لا نهايه. هل هذا عدد؟ لا. يوجد لا يوجد. There is no horizontal asymptote. خلصنا الهوزنتال. لا. ليه؟ الاوبلي.
لنا بدك جيبي لي اياه وخلص. بقول هي مزبوط ولا لا؟ انت ممكن تقولي ما فيش شيء لو كان السبب، لو ما فيش نشيل هذا الان خلاص. بس انا ايش بتزمني؟ اشاره المشتقه الاولى راحت، باخذها منكم او باخذها منها. بلزمني في الرسم هذا اللي احنا ما لحقتش انبه له المحاضره اللي فاتت عشان ضيق الوقت. بس احنا نختاره كله يكون احسن. طيب الاوبليك، الاوبليك هروح اخذ بالهامش اكس اكس تربيع قسم مطول على اكس زائد واحد. اكس تربيع على اكس اكس او مانا اكس تربيع زائد اكس. ايش نعمل؟ هذه من هاي الاشارات سالب سالب واحد ضع عندي سالب اكس. سالب اكس على اكس نضرب هذا سالب اكس سالب واحد. غير الاشارات تصير موجب موجب، هذا الكل بصير عندنا مين؟ واحد. بنقول احنا الان f of x اللي بتساوي لنا x تربيع على x زائد واحد هي عبارة عن ها زائد الباقي تساوي x ناقص واحد. يا ريت احطها في قوس زائد واحد على x زائد واحد. تمام. هذا الجزء يقول للصفر لما x تقول لما لا نهاية او سالب ما لا نهاية. ليش؟ درجة البسط اقل من درجة المقص من القواعد تبعنا صح؟ بقدر اقول بما ان واحد على اكس زائد واحد تقول للصفر as اكس goes to موجب او سالب ما نهايه، هذا معناه انه واي تساوي اكس ناقص واحد is the oblique asymptote. تمام الاخ. طيب فيما لو اطلعت على كتاب الحلول في حلول للأسئلة هتلاقوا إنه لما بيجي برسم المنحنى عشان هذا مكانها. طبعاً إحنا عندنا أوبليك، فيش عندنا هوريزونتال، في فيرتيكال. الفيرتيكال هيجي عند مين؟ عند أصفار المقام سالب واحد. فمثلاً يكون عندي هان واحد وإكس زائد إكس ناقص واحد هتكون زي هيك الصورة هذه. كيف بنرسم؟ حط اكس بصفر تطلع واي بقديش؟ سالب واحد. حطي واي بصفر تطلع اكس بواحد. هي واحد عندنا. فالمهم هاي خطوط التقارب. باجي برسم المنحنى بالكلام اللي احنا حكيناه في هانا الصورة هذه في قيمة صغرى محلية وهانا قيمة عظمى محلية. لو فتحتوا على الكتاب حتلاقوا فيه خط تقارب زي خط تقارب متقطع. بيجي برسم لي الصورة هذه هيك هان، وهنا برسم صورة خط. من وين هذا الخط المتقطع؟ في الواقع الخط المتقطع هو رسمة الواحد على واحد زائد إكس. ما لهاش دخل في الرسم عندنا إحنا، إحنا نرسم المنحنى الاقتران الأصلي. بس بقول لك بأكد لك إنه هذا الاقتران لما إكس تقول لما لا نهاية وين الاقتران بروح؟ للصفر. لما إكس تقول لسالب ما لا نهاية وين الاقتران بروح؟ للصفر. لما اكس تقول لسالب من النهايه صحيح، لما اكس تقول لسالب من النهايه الاقتران بقول للصفر برضه. طبعا هذا الجزء احنا ما بنرسموش. تمام. بس فيما لو حد طلع كتاب الحلول ولقى خطوط التقارب اللي احنا طلعناها ولقى خط متقطع ما بيعرفش من وين اصله، فهي اصله هو رسمه الجزء اللي بقول للصفر بس مش واللي هذه المعلومة عملت لها confusion زي ما قلنا يعني شوشت عليها تنسى الموضوع. الآن جبنا الهوريزنتال وجبنا الأوبليك، طال عندي ثالث حاجة اللي هي الفيرتيكال أسيمتري. وين بندور عليه؟ عند أصفار المقام. بنقولها بما ان المقام هو x زائد 1 يساوي 0 at x بتساوي ايش؟ سالب 1. بدي ادور على الليمت عند حول السالب 1. ناتج الليمت له دور في الرسم كمان لما ارسم المنحنى. لازم اعرض رسمتي اللي بدي ارسمها
كل اللي جبناه في كل التقرير، لأن هي تنفيذ أو تمثيل لكل الحل. بتكون الآن بدي آخر ليميت الإكس تربيع على إكس زائد واحد لما إكس تقول لسالب واحد من الشمال. فذكر هاي السالب واحد مين على يمينها؟ صفر. عشمالها لما آجي لها من الشقة هذه بتكون أرقام أكبر من واحد بس بالسالب، لأن أنا جاي من شقة الاثنين، صح؟ يعني جاي من عند سالب واحد ونص، سالب واحد وواحد، سالب واحد وواحد من مية، مزبوط؟ طيب وبالتالي الآن معوض عن سالب واحد تربيع إيش بيطلع لي؟ واحد على فروق. خلينا نشوف هذا ولا صفر، سالبة ولا موجبة؟ حطي لي رقم من القيم اللي هان، أي رقم بدك إياه، خذي واحد ونص. سالب واحد ونص زائد واحد سالب، أنت بدك الإشارة بس يبقى فروق إيش؟ موجب على سالب يبقى سالب ما لا نهاية، تمام؟ كمان and الليمت لإكس تربيع على إكس زائد واحد لما إكس تقول لسالب واحد من اليمين، تعويض مباشر في البسط واحد على فروق أبصر إيش تقول لصفر، مش إذا هذا سالب موجب على طول، يعني ربما بدي أخذ قيم من الشقة هذه تجيني من عند خمسة من عشرة، ستة من عشرة، تسعة من عشرة، فبقول خمسة من عشرة بالسالب زائد واحد موجب، موجب كذا يبقى فروق تقول لصفر يبقى هيطلع لي موجب ما نجح. الآن بدنا نروح نرسم المنحنى تبعنا، همسح اللوح وآخذ الحاجات اللي بتلزمني في الرسم. في الشغل زلدة الأوبليك عند X ناقص واحد وال إذن F، طبعا أنا بقول F يعني the graph of F the curve، مزبوط المنحنى اللي إله أسمتوس. F has a vertical asymptote اللي هو مين؟ x تساوي سالب واحد، او ممكن نقولها نحن دائما نقول x ناقص و x تساوي سالب واحد is the vertical asymptote، نكتب تنتين من فرق. طيب الان ناخذ الخلاصه تبعك، في ناس تكتب هنا. الآن إحنا في الأول كانت عندي المشتقة الأولى، قلنا إشارة F شرطة وسلوك F، كان عندنا السالب اثنين وكان عندنا مين؟ الصفر، وبينهم السالب واحد، صح؟ موجب سالب سالب موجب، تزايد تناقص تناقص تزايد، صح؟ من هنا عرفنا انه في عند الصفر صغرى محليه وعظمى محليه. بعدين رحنا للمشتقه الثانيه، قلنا الاقتران ما بيساوي الصفر ولكن غير معروف عند مين؟ عند السالب واحد، هنا موجب وهنا سالب، من هنا تقاعد من اسفل هذا تقاعد، لا نشوف خط العطاء. كمان عندي واي تساوي اكس ناقص واحد اوبليك أسمتون وX تساوي سالب واحد vertical أسمتون. من خلال هذول إحنا بدنا نرسم الرسم تبعنا. أول حاجة بدنا فيها اللي هي خطوط التقاطع. أول حاجة خطوط التقاطع. طبعاً بعد ما نرسم محور الإحداثيات X و Y ولا لا؟ المحاور في الأول وبعدين خطوط التقارب. فاحنا الان بدنا نرسم صفر اكس واي، هاي محور محاور الاحداثيات. طيب اكس بتساوي سالب واحد، خط تقارب راسي باجي عند السالب واحد، خط متقاطع وهذا عند النقطه سالب واحد،
واي تساوي اكس ناقص واحد. ارسم خط مستقيم. هذا لو ما بتعرفوش ممكن نعمل لو الخط هذا نعمل جدول بسيط من نقطتين بكفي. قيمة اكس وقيمة واي المقابلة، حطي أي رقمين يجن على بالك، أي رقمين. بس شو يصير عندي أنا واحد وواحد تعاود تقول لي طب دحط واحد هان. أو صفر وصفر تعاود تحط الصفر مرة هان، ما بينفعش هي هي هتكون. ما بتكررش، يعني مثلا أنا بدي أحط اكس بصفر. حط اكس بصفر، واي بقديش؟ هاي سالب واحد. طب حطي واي بصفر. واحد. صفر، بلقي هان تطلع واحد. أحسن حاجة الأصفار. لقيتها مثلا لو طلعت عندي صفر وصفر. مش هاي احط هنا صفر، حيطلع فوق صفر. طب لو حطينا هنا صفر يطلع هذا صفر. طب لو حطينا هنا صفر يطلع صفر للصبح. صح، مش هنخلص. وبالتالي الان اكس بصفر واي بسالب واحد تقع على المحور الواحد. واي بصفر واكس بواحد هي على محور اكس. طبعا انا بفضل اني ارسم الخط وبعدين احط عليها النقط، لان مش هاي اعمل هيك واقعد هي طابت. فبيجي عندي الخط هذا بيكون واحد وهذا النقطة بتكون سالب واحد وهي الخط. تمام؟ اوكي اوكي. هذا المعادلة هو يساوي مايل شوية. شوف هذا لو رسمته أنا عجب كان خط واحد كان أحسن. عشان اعرف عن خطوط التقارب مش من المنحنى الاصلي ولا لا؟ مش المنحنى الاصلي. طيب خلصنا خطوط التقارب رسم زي الان هذا وهذا جاي منها. نشوف الاقتران عنده قيمه عظمى عند مين؟ سالب 2. قلنا احنا اف السالب 2 بتساوي سالب 4 واف الصفر تساوي صفر. الصفر ايش عندها؟ قيمه صغرى محليه. لما اكس بصفر واي بصفر يبقى هي النقطه صح؟ يبقى بده يجي اللي هي القيمه قاع بده يكون هذا الخط بده يمشي مع الخط اللي هان مع خط التقارب. هذا الخط اللي هان بيطلع لي معها خط التقارب. يبقى المنحنى بده يمشي معهن. هاي هذا على التقارب يا جماعه. من وين هاي؟ قال او قال انه الاقتران من سالب واحد لما لا نهاية مقعر لوين؟ لا لا ما هي هذا خباك. هذا ماشي لوين؟ هذا ماشي لما لا نهاية. هذا المنحنى هذا بيطلع فوق رأسي وهذا بروح لما لا نهاية صح؟ على الدومين تبعه يعني لما لا نهاية. الآن التقعر لأسفل. قبل عندي لما اكس بسالب 2 واي سالب 4 هاي السالب 2 يجي على بالها. إذا هذا سالب واحد سالب اثنين تقريبا يعني سالب ثلاثة سالب أربعة تجيني هنا تقريبا. هنا عقبال السالب اثنين والسالب أربعة بدي أعمل نقطة التقاطع. هان بيكون عندي بيكون عندها قمة صح؟ بيكون قمة. فالقمة هذا نعملها يمشي مع خط التقارب وهان بده يمشي مع خط التقارب. تمام؟ ارجع اشوف اللي انا عملته. انا هيك خلصت الرسم. بدي اتاكد على فترات التزايد والتناقص. على شمال السالب 2 متزايد لما لا نهايه. على شمال السالب 2 هي السالب 2 طلعوا السالب 2 هي الخط هذا لوين رايح؟ لما لا رايح لما لا لسالب ما لا نهايه. الان لما اقول الاقتران متزايد من سالب ما لا نهايه لسالب 2 خذوا القيم تبعت اكس من سالب ما لا نهايه بتصير سالب 2 لما اكس هان هاي واي هان هاي واي هان عقبالها واي صح؟ لما اكس تقرب بتلاقي الاقتران علا اكثر. لما اكس تقرب بتلاقي الاقتران بعلا اكثر. اكس تقرب الاقتران بعلا بعلا. بعد السالب 2 بيبدا ايش؟ ينزل. بعد السالب 2 ما بين السالب 2 والسالب 1 الاقتران متناقص. طلعوا ما بين السالب 2 والسالب 1 الاقتران ماله؟ متناقص. مظبوط؟ نيجي لبعدها ما بين السالب واحد والصفر هي ما بين السالب واحد هي متناقص. مظبوط ولا لا؟ بعد هيك على يمين الصفر متزايد هي متزايد. يبقى هيك احنا 100% اتفقنا مع كل الشرح والكلام اللي عملناه. واضح كيف رسمنا؟ تمام؟ اول حاجه خطوط التقارب
بعدين بعين القيم العظمى والصغرى. العظمى والصغرى بيجيب لي التقاعد، بيجيب كل حاجه مظبوط. ضروري المنحنى انه ما يقطعش خطوط التقاعد. في بعض الاقترانات بكون عندي، لو كان عندي خط تقارب افقي احيانا ممكن بيقطع، ولكن بعد هيك لما اكس او لما النهائي بضلوا ماشي مع الخط. مش هنجيب لكم النوع هذا، احنا عاده هنجيب لكم حاجه بسيطه في حدود الامكانيات، انه يكون المنحنى ما بيقطعش خطوط التقارب. تمام هيك؟ هيك خلصنا اللي هو رسم المنحنيات او التطبيقات على الاشتقاق. بنروح لسكشن 4-7. حد عنده سؤال في رسم، في شرح، في اي حاجه؟ تمام، يلا. مرسوم زي ما قلت لكم كل حاجه، وهي هاي الحل وهي الرسمه. تمام، هي نفسها مرسوم جاهز. بدكو يعني موعد تسليم الهوم وورك لسه وقتش؟ بكره. اه بنزل الكل بدها، بنزل الحل تبع هذا. بتسلموا مين؟ مش ضروري الثالث، خليه الاسبوع الجاي. معاكم وقت يعني، اللي بتسلموا بدري، اللي بتخلص بدري تبعث لي واتساب، بتسلمني في المكتب، تلاقيني مش في الشارع، في المكتب يعني. طيب 4-7 انتبهت الحين للعنوان. انا كنت بقيت كاتب سكتش دجراف على اساس انه عنوان للاكزامبل، مفروض كعنوان للسكشن نكتب سكتشينج دجراف باي يوزنج، مظبوط، رسم المنحنيات. سكتش تجمعنا فيرب، هنا تجمعنا ارسم او يرسم، يرسم بدها اس. ما علينا، انسوا الموضوع. اه الان بدنا نروح لسكشن 4-7 اللي بسموها انتي دريفاتيفز. انتي دريفاتيفز مشتقات عكسي، يعني هذه تمهيد للتكامل. انتي دريفاتيفز، تمام، تمهيد للتكامل. للناس اللي ما مرش عليهم التكامل بنعرف يعني، بناخذ تمهيد وبعدين بنبدا في التكامل. مر عليك التكامل تخيلي؟ يا بتعرف تكامله؟ يعني لو قلت لكم تكامل اكس تربيع ايش بتساوي؟ ممتازين، صح، مظبوط. واحد ترفع ايده وتجاوب هيك سو، ها؟ اكس تكعيب على 3 زائد سي، مظبوط، مظبوط. الاس بنضيف الواحد بنقسم على الاس الجديد. طب ايش التكامل الخمسة؟ خمسة اكس زائد جيم زائد جيم بدل سي زائد سي، صح؟ اوكي، يعني معك متذكرين التكامل. اوكي، هذا بيساعدنا او بيساعدكم في التخمين، يعني كيف نجيب الانتي دريفاتيف. نشوف بس الديفينيشن. عندنا سيكشن 4-7 الانتي دريفاتيفز. الان لو كان عندي اقتران اف، يا بنت خلص، لو عندي اقتران اسمه اف اكس، الانتي دريفاتيف هي اف كابيتال اوف اكس. بقول عن الاف كابيتال اوف اكس انها انتي دريفاتيف للاف اذا كان مشتق الاف يعطيني الاف. بنقول عن f of x ان الانتي ديريفاتيف للf سمول اذا كان مشتقتها بتعطيني الf. تمام، هذا التعريف اللي مكتوب عندي. طبعا لكل x في مجال التعريف تبع الاقتران. حلو الكلام؟ اوكي.
طيب الآن ناحية عملية، بقول لو كانت الأف هي كوزاين إكس، مين الاقتران اللي لو اشتقيته يعطيني كوزاين إكس؟ ساين إكس، صح؟ بقول ساين إكس is an antiderivative of cosine x because sine x prime أو differentiation مزبوط بعطيني إيش لو اشتقيت هذه بتعطيني، إذن sine x هي antiderivative. طبعا لما أقول is an antiderivative عشانها حرف علة مزبوط، sine x is an antiderivative of cosine x، ما قلتش sine x is the antiderivative. تفرق ولا بتفرق إيش في التعبير؟ في الرياضيات عندنا بتفرق، واكيد في الانجليزي لما بقول خذ بالك ايش بقول كمان مره، ساين اكس از ان antiderivative اوف كوزاين اكس، فعلا هذه لو اشتقيتها بتعطيني كوزاين، لكن ساين اكس از نوت ذا antiderivative، ات از وان اوف ذا antiderivatives، في عندي عدد لا نهائي من الانتدريفاتيفز، كل اللي لو اشتقيتهم بعطيني كوساين اكس، منهم ساين اكس زائد 5، ساين اكس ناقص 3، ساين اكس زائد جذر 7، ساين اكس زائد باي، ساين اكس زائد 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 جيم تبعها، صح؟ يبقى هذه بقول مشتقه عكسيه وليست المشتقه العكسيه الوحيده، ما فيش غيرها، لا في عدد لا نهائي، فعشان هيك بقول لكم is an antiderivative مش the انت، لما اقول the معناها الوحيده اللي التعريف، واضح؟ في الايش؟ في المحدود، اه خلص، لما يكون في المحدود بده يكون عنده شروط معينه، والوحيده اللي بحققها هي بتكون هي ذا بالضبط كتعبير بس مش اكثر، ما عليه في الامتحان طبعا مقصومش عليه، بعدل بالاحمر ولو انكم ما تشوفوش دفعه الاجابه، شفتوهن انتم؟ دفاتركم الآن أحمر، بتحبوا اللون الأحمر أنتم؟ أنا عارف. أوكي، نشوف أمثلة على هذا الكلام. Example بقول لي find an antiderivative. An antiderivative. لو كانت عندي الـ f of x تساوي قلنا cosine x، إذا f of x is an antiderivative اللي بتساوي إيش؟ sine x، صح؟ هذه is an antiderivative of f of x. ليش؟ إيش بعرفني؟ because أو since f prime of x إيش بتساوي cosine x اللي هي بتطلع لمين؟ هي ال f of x. صح؟ أوكي. طيب. واحدة ثانية. قال لو عندك f of x تساوي 2x، f of x في الانتدريفاتيف ايش بتساوي؟ x تربيع، هذه ان انتدريفاتيف مظبوط؟ هذه لو اشتقيتها تعطيني صح؟ زائد 1 بنفع؟ او ناقص 5 بنفع، كله بنفع. طيب هذه is an antiderivative، في حاجه بيسموها the general antiderivative. ايش يعني general؟ عام، بشيل هذه وبقول له زائد c where c is constant. ايش يعني constant؟ هذه بتصير بنسميها الجنرال انتدريفاتيف، الصوره العامه للمشتقه العكسيه. مظبوط الكلام ولا مش مظبوط؟ مظبوط؟ مظبوط. اه ف الجنرال انتدريفاتيف للكوساين هي ساين زائد سي، صارت ايش؟ جنرال انتدريفاتيف. يبقى انا الان طيب كمان واحد يقدر بعدين نكتب القاعده تبعت الجنرال. طب لو كانت عندي اف اوف اكس تساوي 1 على جذر اكس، ايش الاقتران اللي لو اشتقيته يعطيني 1 على جذر اكس؟ اثنين جذر اكس، صح؟ مكتوب مكتوب؟ طب 100% صحيح.
اثنين لانه في حاجه اسمها هي اكيد فيها جذر اكس، لو استقيتها حتصير ايش؟ واحد على اثنين جذر اكس، فهي لو انها مضروبه في اثنين بتروح هذه مع هذا عشان يطلع عندي هيك، يبقى ضروري يكون في اثنين صح؟ هذه زي ما بقولوا بالفكاكه هيك بالفهلوه، لكن احنا عندنا قاعده، انتوا درستوا تكامل ولا ما درستوش؟ عشان ما تتعقدوش من وين اجت؟ يا الله عبقريه من كويس منها جابتها على طول هي صح 100% مخ شغال هي متصوره ايش الاقتران اللي هذا مشتقته؟ طب احنا الجذر دائما نقول على اثنين الجذر، طب الاثنين اللي تحت ايش طيرها؟ اكيد كان في اثنين فوق، يبقى الاقتران كان مع اثنين مش هيك؟ اه لكن انا ايش بقدر اقول؟ طب انا عارف انه هذا سؤال تكامل، هذا تمهيد للتكامل، احنا درسنا ولا ما درسناش؟ درسنا عشان انتوا لو بديتوا في التمارين وقعدتوا تفكروا تفكير بتتوه في اسئله يعني فيها شويه تعقيد، انا بعمل هذا مش شايف وبروح ايش بكامل المعلومات السابقه وبقول هاي الانت دريفيتيف هذا شايف المهم يجيبوا لنا اياه وخلص. احيانا في التمارين بقول لك اثبتي انه هذه الصيغه هي المشتقه العكسيه للاقتران الفلاني، ايش بعمل؟ بشتقها بتعطيني الاقتران خلصنا هيك التعريف. فمش معني انا اقول لك كيف جبتيها، لا المهم تجيبيها وخلص. فبتقولي طب هذه عباره عن اكس اس نص، لو طلعتها فوق اكس اس سالب نص، فانا لما كنت اكمل الاكس اس سالب نص دال سين او دي اكس نقول الاس بنضيف الواحد بصير نص، وبقسم على الاس الجديد على النص بصير اثنين، صارت اثنين جذر اكس خلاص بطل السحر مزبوط ولا لا؟ خلاص فكرت هيك القصه. فانا بفكر فيها بمعلومات مش انا يعني ما شفتش قبل، ف ممتاز منك انك تجيبيها انها جذر. اوكي تمام، هاي لو طلعته تحت تحت النظريه بتلاقوه اللي هو الاكزامبل رقم 3 تحت. اوكي ما عليك، يبقى النظريه بتقول في النظريه بتقول هذه از هان اف اكس تساوي كوساين اكس، اف اكس تساوي ساين اكس، هذه از ان انت ديريفاتيف للاف سمول صح. الجنرال انت ديريفاتيف بحط لها ايش؟ زائد سي، هذه اسمها الصوره العامه. تماما زي ما بقول لكم لو كانت عندي اف اوف اكس تساوي 2 اكس زي هان، يبقى اف كابيتال اوف اكس الجنرال انت ديريفاتيف هي اكس تربيع زائد سي صح. هذه بتعطيني عائلة جميع الاقترانات اللي في الدنيا اللي لو اشتقيتها تعطيني 2x. طبعا هذا رسمتها عبارة عن ايش؟ حسب قيمة السي، لو سي بصفر بيطلع لي المنحنى بالصورة هذه، لو سي بواحد بيطلع لي المنحنى بالصورة هذه، لو اثنين بيعطيني هيك، لو سالب واحد، لو سالب اثنين، لو سالب ثلاثة، لو نص مظبوط؟ فهذه بتعطيني عائلة المنحنيات اللي لو اشتقيتها بتعطيني 2x. لما بدي واحد منهم فقط بضيف شرط حيث الاف مثلا او صفر بتساوي 2 عشان تجيب قيمه الثابت، بتروح بتعوضي هنا عن ايش؟ عن اكس بصفر، بما ان اف الصفر بتساوي 2 عوضي هنا، اذا 2 بتساوي لي اف الصفر وتساوي صفر تربيع زائد، يبقى سي تساوي 2. اذا الفانكشن تبعتنا الانت ديريفاتيف هي اكس تربيع زائد 2، هي هذه بس عند 2، هو هذا بس من بين كل هذول بعطيني واحد صح. هذه بنسميه السوليوشن، ذا اونلي سوليوشن، في حل غيره هذا هو الوحيد اللي بحقق لي هذه العلاقه وهذه العلاقه. فهمتوا حاجه؟ اه اوكي، يبقى هذه بنسميها احنا الجنرال انت ديريفاتيف، الجنرال انت ديريفاتيف تمام. لما بدي اختار واحد منهم لازم يعطيني شروط اضافيه عشان اطلع منها قيمه الثابت، بروح بعوض في الناتج اللي جبته بطلع قيمه الثابت وبرجع اعوض فيه من جديد، هان بكون جبت الاقتران الجديد. طيب في جهه الصفحه 89 جنرال انت ديريفاتيفز، يعني بعطيك الاقتران صيغه الاقتران وصيغه الانت ديريفاتيف تبعته، في الواقع هذول هن
قواعد التكامل، قواعد بنحفظها لاحقا بكون عباره عن ايش؟ تكاملات. يعني لما بقول لي الفانكشن وين انتي ديريفاتيف، لو كانت الفانكشن هي اكس اس ان، فالانتي ديريفاتيف هي اكس اس ان زائد واحد على زائد سي، حيث ان لا تساوي سالب واحد عشان المقام ما يساويش الصفر، تعودنا عليها هذه صح؟ اوكي. لو كانت ساين كي اكس، ساين كي اكس ايش تساوي؟ بدي اقتران، لو اشتقيته يعطيني هذا، هي لازم تكون سالب كوساين كي اكس اكيد. طب زائد سي كمان صح؟ طب الحين هذه لو اشتقيتها بنقسمها، ايوه تمام، اللي هي سالب واحد على كي اكس. لو نسيتها بقول هذا الاقتران، لو اشتق طبعا السي انسى الموضوع صفر، هذه لو اشتقيتها السالب بتنزل، هاي السالب ايش مشتقة هذا الكلام؟ سالب ساين كي اكس في مشتقة ما بدخل القوس، هذه تركيب مشتقة الاقتران الخارجي، والكي اكس كما هي فمشتقة الكي اكس في كي صح؟ طب انا ما عنديش كي، سالب بسالب طلعت موجب ساين كي اكس، بس في كي عشان اغيرها لازم يكون تحت في عندي كي، او مضروب في مين؟ واحد على كي، اشتقوا حد معدل هنا واحد على كي، هذه بتنحفظ القاعده بتريحنا. ممكن لاحقا طبعا في سكشن 5-3 او 5-4 حناخذ التكامل بالتعويض، ممكن نجيب تكامل هذا بالتعويض، افرض هذا اليو رمز بيطلع لي التكامل هيك على طول بسيط، لكن انا لو حفظتها بريحني، لو لزمتني في الامتحان ونسيتها سهل استنتجها بالتعويض. اوكي، يبقى ساين كي اكس الانتي ديريفاتيف او الجنرال انتي ديريفاتيف هي سالب واحد على كي في كوساين كي اكس، بتاكد اشتق هذا الكلام بعطيني ال، هذا بنزل، هذه سالب مع السالب بصير كوساين كي اكس في كي، الكي بتروح مع الكي بتطلع هيك، نفس الكلام اللي انا وقال لي كوساين كي اكس برضه واحد على كي، الان ما فيش فيها سالب ساين كي اكس زائد سالب. تمام، لو نحفظ هذا بيساعدنا كثير. طبعا ها هذا معناها ايش؟ لو كان عندي ساين 2 اكس، لو بدي اكمل ساين 2 اكس ايش هتصير؟ واحد على سالب واحد على 2 كوساين 2 اكس صح؟ لو قال لي كوساين 4 اكس يبقى الكيف قديش؟ كوساين 4 اكس، 1 على 4 ساين 4 اكس زائد مباشره، لو انا حافظها مش حافظها بصير تكامل بالتعويض. رقم 3 هي الثلاثه، رقم 4 سك تربيع، سك تربيع كي اكس ايش تكملها؟ ايوه واحد على كي في تان كي اكس زائد صح؟ قواعد التكامل يعني نفس الكلام، البقيات مكتوبات عندكم خلاص ما فيش داعي نظهرهن للآن. لو قلبنا الصفحة نشوف find the general antiderivative of each of the following functions، طبعا اعتمادا على الجدول، الان الموجود في الجدول يعتبر قوانين، لانه حتى الان ما دخلناش في قواعد التكامل، ايش تكامل ما قلناش حاجه اسمها تكامل اصلا، حتى الان نتعامل مع حاجه اسمها انتي دريفاتيف، المشتقه العكسيه اللي هي فعليا التكامل. طيب فاين انتي دريفاتيف ايش بده؟ فاين ذا جنرال، ذا جنرال انت دريفاتيف، الاقتران الاول اف اوف اكس تساوي اكس اس 5، يبقى الاف كابيتال اوف اكس ايش تساوي؟ على القاعده الاولى اكس اس 6 على 6 زائد سي، حيث سي صحيح؟ بي اللي بعده جي اوف اكس تساوي ساين 2 اكس،
هذا حكتب جي كابيتال عشان هجي تساوي واحد على اثنين بالسالب صح صح كوزاين 2x زائد مباشر رقم سي اتش اكس تساوي كوزاين نص اكس واحد على نص لانه هون احنا بنقول واحد على معامل اكس واحد على المعامل صح واحد على معامل اكس يبقى حقول واحد على النص بس قبل خلينا نسميها ايش اتش كابيتال اكس بتساوي بالموجب واحد على النص اللي هي 2 ساين نص اكس زائد لا قدام بصير اكتبها على طول من وين اجت هذه من وين ترجعوا للكلام وهكذا طيب انت ديريفاتيف لينيارتي رولز قواعد الخطيه تبعت الانت ديريفاتيف القواعد هذه بتقول لي ايش اول حاجه لو كان عندي قال لي اوجد الانت ديريفاتيف للاف اوف اكس كويس انا بعرف انه الانت ديريفاتيف للاف هي اف كابيتال هيك بنسميها اذا ثابت هان الانت ديريفاتيف هي الثابت للاف يعني الثابت لانه بيطلع بكامل الاقتران صح مش هذا يعتبر تكامل هاد فيما سيكون صح ليش ننام صحيين طيب زائد سي طبعا هذا كيف بتاكد انه هذا هو المشتقه العكسيه مشتقها مشتق ثابت تنزل مشتقه هذه هي الاكس كمان لما يقول لي سالب يا سلام اعتبر الكي سالب واحد نفس القاعدة هتكون مضبوط ولا لا؟ يبقى هتصير ايش؟ سالب اف اكس زائد رقم ثلاثة سم اور ديفرنس رول اللي هي جمع او الطرح بتكون عندي اف اوف اكس زائد او ناقص جي اوف اكس الانت ديريفاتيف تبعتها اف كابيتال زائد او ناقص جي زائد سي عشان نجرب طيب في سؤال؟ اوكي طيب اكزامبل تحت الجدول يا بتعملوا حالكم بدكم تفكروا تفكير يا ما بدكم تكملوا او تحضروا طيب بقول لي ذا جنرال مش بقول لي هان هذه معلومه مش بقول لي اوجد ذا جنرال انت ديريفاتيف او انا لو كان عندي اف اوف اكس بتساوي 2 على جذر x زائد كوزاين 2 x هو 3 3 لو كانت 2 ندبرها برضو من عندنا ولا لا انا الحل مش حفظ او مش نقل f x يساوي 3 على جذر x زائد كوزاين 2 x بدي ال f x طبعا 3 تعتبر هذه 3 في 1 صح هذا عبارة عن 3 في 1 على جذر اكس الثلاثة بتنزل مش مشكلة هذا ايش قلنا عنها قبل شوية 2 جذر اكس في الثلاثة صارت 6 جذر اكس مظبوط ولا لا شفت كيف عملناها يبقى هذا عبارة عن ممكن انت تحتها خط خفيف 3 في 1 على جذر اكس زائد كوزاين 2 اكس الان هذه قلنا 3 في 2 جذر اكس زائد الكوزين 2 اكس ايش حاجة؟ لو اشتقيتها تعطيني كوزين 2 اكس ساين 2 اكس وفي نص بالضبط على القاعدة الان تدريباتي من الكوزين هذه لها قانون عندها دي عبارة عن ايش؟ نص ساين 2 اكس زائد هذا عبارة عن ايش بتصير؟ 6 جذر اكس زائد نص ساين 2 اكس زائد بتاكد بروح بشتق هذا وهذا لازم يعطينا المقدار النهائي حلو الكلام اوكي يبدو اننا مش هنلحق نخش في سكشن ثاني عشان هيك نكمل اللي موجود عندنا هذا الكلام كله مدخل لعمليه ايش قلنا التكامل عمليه ايجاد المشتقه العكسيه لاقتران بنسميها عملية التكامل integration وعارفين الإشارة تبعتها طبعا احنا كنا بالعربي
نعمل عكاز بالصورة هم صح؟ زي أس مقلوبة، لا الآن مش مقلوبة، بنرجعها زي ما كان. بسموه indefinite integral، تكامل غير محدود، تكامل غير محدود. رمزوا له بالرمز دي اكس. هذه هي الان اللي احنا كنا ندور عليها. ما احنا فعليا كنا نكمل بس نعمل حالنا بنفكر تفكير صح بالضبط. انا معك حال. فالان اف اكس بتساوي هذا الكلام. هذه هي اشاره التكامل، وهذا الاقتران اللي نكمله، هذا الرمز اللي بدنا نكمل بالنسبه له. تمام. طيب، وبالتالي بدي اجيب الاند دريفاتيف الاقتران، بحط الاقتران جوا الاشاره، واللي بيطلع عندي هي اسمها الاند دريفاتيف. وبالتالي لما يقول لي تكامل 2 اكس دي اكس، بقول له هذه هي اكس تربيع زائد سي. لو اشتقيت هذه بعطيني الهام، يبقى هذا الاند دريفاتيف. بقدر اقول الاف كابيتال اوف اكس، الاف اوف اكس بتساوي 2 اكس. عشان اجيب الاف كابيتال بجيب هذا جوا اشاره التكامل، اللي بيطلع عندي هو الانت دريفاتيف صح. اذا تكامل 2 اكس دي اكس هي اكس تربيع زائد سي. طبعا لما بقول دي اكس يعني بكامل بالنسبه لمين؟ لاكس. يعني لو كان عندي 5 دي واي، ايش الاقتران لو اشتقيته بعطيني 5؟ 5 واي زائد 3. اذا واي هيطلع بالواي، لو بالزد هيطلع بالزد، لو باليو هيطلع باليو صح. لو قال لي التكامل 5 اكس دي زد، بكامل بالنسبه لمين؟ 5 اكس زد. ايوه الاكس انا ما لهاش التكامل بالنسبه لزد، الاكس بتضلها زي ما هي ماشي، كانها تعتبر تعامل تكتبيش تكتبيش لا تيجي بعدين تركوا سنتين بعدين بتجيب سنتين. فانا بكامل، انا ملتزم بالرمز اللي هنا. تمام. طبعا انا بس عشان التنبيه انه هنا ممكن تكون اكس متغير بدلاله زد، بس عمل لي قصه ثانيه هذا شرح، لكن انا بقول ملتزم في اللي بعد بعد الدي. عشان هيك احيانا الكل او في ناس كثير تعمل التكامل تكتب المقدار تنسى تكتب دي اكس. انا بقول لا ضروري نكتبها، هذا زي ما بتنسوا الليمت صح، ضروري اكتبها ضروري جدا. اوكي. كمان لما اجي انا بدي اكامل، لما يقول لي 2 اكس زائد ساين اكس دي اكس، ضروري احط القوس، ضروري احط القوس عشان اقول هذول كلهم مكاملات بالنسبه لي. ايش الان تدريباتيف لهذه؟ اكس تربيع ناقص كوزاين اكس زائد. طب كيف اتاكد؟ بشتق الجواب. ايش مشتقه هذا؟ سالب كوزاين هي موجب ساين صح؟ سالب سالب بتصير موجب سالب وهكذا. طيب اوكي. في اخر نقطه بنقولها اللي هي الانيشال فاليو بروبلمز، هذه تمهيد لدرس بحاله او ماده لحالها بدرسوها طلبه الهندسه، اللي هي المعادلات التفاضليه، تخصص لطلبة الهندسة. انتم مش هندسة ها؟ تغذية تحليل ملكوش، فضروري يدرسوا كالكولاس 2 عشان يتوسعوا. هذه بس نبذة عنها. مسألة القيمة الابتدائية هي مسألة بعطيني اقتران زي هيك وبقول لي اوجد المشتقة العكسية تمام اللي تحقق هذا النوع. مثلا يقول لي مثلا وكان أوجد المشتقة العكسية ل f بإكس بتساوي 2 إكس، حيث طبعا لما يقول لي f ماشي f بالصفر تساوي 3. أوجد الاف كابيتال، هذا الشرط بعطيني إياه عشان أجيب الثابت صح؟ فلو أجي قال لي زي هيك، هيك صارت سؤال معادلات تفاضلية أو بنسميها مسألة القيمة الابتدائية. مكتوب عندكم مسألة القيمة الابتدائية، أوجد الاقتران الذي يكون مشتقة عكسية لهذا الاقتران ويحقق هذا الشرط. فاحنا على طول بنقول له F capital of X هي تكامل 2 X dx صح؟ هيك أنا بجيب
الجنرال انت دريفاتيف كل عائله المنحنيات صح. بعدين بنقي واحد منهن اللي بتحقق هذا الشرط. طيب هنا اذا اف او اكس بتساوي ايش هذه اكس زائد بما ان اف الصفر ممكن نكتبها هنا بما ان اف الصفر تساوي 3 اذا عوض هنا 3 بتساوي اف الصفر وتساوي صفر تربيع زائد سي. وبالتالي اذا سي تساوي 3. اذا الاقتران تبعنا اف اكس ارجع وهذه هذا اقتران عام بالاكس صح ومعرف عند اي قيمه لاكس. انا بدي قيمته بس عند الصفر 3 قيمته عند الواحد 5 بس وهكذا. فانا بدي اعرف قيمه الثابت من هذا. بعد ما عرفت الثابت برجع بكتب اكس تربيع زائد 3. هاي الصورة العامة للاقتران أو هذا الاقتران الذي يحقق هذا الشرط فقط. تمام هذا هو. في عندنا مثال هان لو طلعتوا فيه بتلاقوه بسيط ومحلول. معطيني إيش؟ نفس السؤال هو تقول نفسه بس إيش الشرط معطيكي؟ واي الواحد بتساوي 4 أو يعني لما واي بأربعة إكس بقديش؟ بواحد. أو لما إكس بواحد واي أربعة. نفس السؤال ها؟ طيب نشوف تمام. وبدل اف سميها واي اكس. واي هاي واي نسميها واي. قالنا واي الواحد بيساوي 4 او واي بتساوي 4 عندما اف اكس بتساوي 1. وبالتالي هنا بتصير عندي الواي بتساوي هيك. اذا واي بتساوي بما ان واي الواحد بتساوي 4 اذا بعوض في القاعده هذه بحط بدل واي 4 بتساوي حط بدل اكس 1 زائد سي ومنها انقل الواحد يبقى سي بتساوي قديش. اذا قاعده الاقتران هي واي تساوي اكس تربيع طيب زائد 3. وين القسمه؟ هي الاكس تربيع بس فوق عند الثلاثة. يبقى أي شكل من الأشكال الثلاثة؟ ثاني. الأول جاي من عند الصفر والأخير الأخير خط مستقيم ما له دخل في التربيع. إذن الرسم الصح هي